السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. استخاره جميله جدا لمواليد برج السرطان. برج السرطان قراءتكم جميله وكلها تفاؤل. استخاره بالقران الكريم يا حبايب قلبي. اهلا وسهلا بكم يا متابعيني يا حبايب قلبي. برج السرطان، التاريخ بتاعك 30/10/2022، النهارده الاحد، ده التاريخ بتاعك. انا بقول لك تاريخك علشان مصداقيه قناتك، وبوريك كمان الصوره بتاعه برج. يلا بينا بقى نشوف استخارتنا هتقول لنا ايه. فضلا وليست امر، انزل باللايك وانزل بالتعليق الجميل، ولو لسه بتتفرجوا اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس لانها هتعجبكم بفضل ربنا. نشوف بقى الصوره اللي هتطلع لكم ونقول بسم الله. صوره الكهف، صوره الكهف اللي طلعت لكم. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الحمد لله. طيب، دايما على قد يعني على قد الحياة بتاعتكم، على قد اللي معاكم، بتحمدوا ربنا ولا بتشتكوا ولا بتتكلموا ولا حتى حد بيسمع لكم صوت. دايما مستخبيين وقافلين على نفسكم باب وبتقولوا يا شمعة يا دارينا او يا حيط دارينا، لان انتوا ما بتحبوش المشي الغلط، ما بتحبوش تعملوا حاجة وتندموا عليها. خلال فترة معينة هيكون عندكم تغيير جذري لجميع التبشرات بتاعتكم. انتوا هنا الفترة دي عندكم ندر، عندكم دين بتحاولوا توفوا بيه، بتحاولوا تسدوه، حاسين ان الهم تقيل عليكم شوية، لكن بفضل ربنا سبحان الله وتعالى قدامكم 5 خطوات وهتكونوا لبر الامان، او هتكونوا على الطريق التاني اللي هو هينجحكم وهيعلي منكم، لان انتوا قدامكم فترة معينة. البعض منكم هنا عنده قرار او هيتاخذ قرار بخصوص حد، بخصوص ولد، بخصوص شاب، بخصوص زوج، بخصوص راجل، هتاخدوا قرار حاسم الفترة دي. مشروع ناجح عندك، انت بتحلم بالاسماك، الوضع المالي عندك هيتحسن بكل الطرق. في كمان شخص هيقرب منك الفترة دي وهيقف معاك في حاجات كتيرة جدا، بس انت مش مدي راحتك في النوم كويس الفترة دي، انت مش واخد راحتك، مش واخد كفايتك، جسمك بدأ يوجعك. عندك خطوتين هتخطيهم حلوين جدا، ومن اول خطوة هتحسن حالتك النفسية بكل الاوضاع، وهتطلع من بعد الاكتئاب والحزن والخذلان اللي عندك. كمان انت هنا حد هيظهر لك على حقيقته وهتطلعه بره حياتك. انت مهووس زي ما قلت لك بالشريك قوي، او هو مهووس بيك، وده مسبب لك وجع غير طبيعي. كمان انت هنا حصل عندك فشل في علاقة معينة وزهقت. عندك واحدة ست، والست دي معاها بنوتة، الست دي في غيرة وفي حقد، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا من الحيرة والغل اللي في اتجاه الناس عليكم الفترة دي. اي نعم انتم متلخبطين، بس هيكون عندكم استقرار، وبلاش تضغطوا على نفسكم في اي حاجة. في مسافة بينك وما بين حد، او بينك وما بين حد، او في موضوع هيكمل على خير بس بعد شوية صعوبة وشوية مغامرات منكم. كمان انتوا دقيتوا باب واتقفل في وشكم. عندكم لقاء مع شخص صاحب سلطة او صاحب مكانة عالية. هنا كمان انتوا سمعتوا خبر زعلكم، وسمعتوا حاجة ضايقتكم، وقررتوا ان انتوا تتعاملوا مع الموضوع بشكل مختلف. دايما بيجي لكم اذى من ناس مقربة ليكم، دايما الاذى ما بيجي لكمش غير من الناس اللي هم بيأذوكم بكل الطرق. انت عندك حد تعبان، او انتوا تعبانين بسبب الدين اللي عليكم، او عندكم حد مريض، حد في ازمة، حد نفسيته تعبانة.
رغم ان النفسية عندك تعبانة، بس بسم الله ما شاء الله عليكم هيكون عندكم توازن في اموركم. انتم محتاجين تمسكوا طرف الخيط الفترة دي، اي نعم بتعانوا من بعض المسؤولية او من تقلب الامور اللي عليكم، بس في تحسن عندكم. كمان انتم حاسين ان البيبان كلها متقفلة في وشكم، وحاسين ان في اشخاص من العيلة مش واقفة معاكم. ربك هو اللي هيكرمك من حيث لا تحتسب، وهيوصلك للكيان اللي انت محتاجه، وهتكون شخصية جميلة وهتكون شخصية محبوبة الفترة دي. كمان انتوا هنا بدأتوا تحطوا نقط على حروف، وبدأتوا تطلعوا شخص. الشخص ده دايما كان بيديكم طاقة الحزن. انتوا اليومين دول حاسين ان انتوا لوحدكم، وحاسين ان انتوا ما بتتكلم مش عايزين تتكلموا مع حد. طول الوقت تليفونكم صامت، طول الوقت ساكتين، طول ما بقيتوش زي الاول، لدرجة ان التغيير بان عليكم في ملامحكم، في شكلكم، في حاجات كتيرة جدا. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا دايما قلبكم زي الاطفال بالظبط، حنينين جدا، طيبين بشكل كبير جدا، وده طبعا عامل فيكم الطمع. ضميركم بيأنبكم في حاجة، في حاجة معينة الضمير عندكم بيأنبكم فيها، وانتوا زعلانين او مثلا مش عارفين تاخدوا قرار ولا عارفين تعملوا ايه، فعندكم تفكير في حاجات كتيرة جدا. كمان انتوا هنا عندك ناوي تبيع او ناوي تشتري حاجة، عندكم بيع وشراء الفترة دي مع حد، بس عايزاكم تحذروا من حد واكل معاكم عيش وملح. الحد ده خاين وبتاع مشاكل ومش حابب لك الخير، وعشان كده انت عندك توتر الفترة دي مع ناس في حياتك. في كمان اجتماع او في لقاء او في حاجة تخصكم انتو هتعملوها الفترة دي، وهتكونوا مبسوطين جدا. انتو عندكم ربط احداث شديد شغال معاكم الفترة دي، هتسمعوا اكتر ما هتتكلموا، علشان هتقولوا انا طول الوقت بتكلم، فهقرر ان انا اسكت واشوف الناس اللي حواليا هيعملوا لي ايه. كمان المواجهة دي لو انت فضلت ساكت وفضلت تسمع اكتر ما تتكلم، امورك هتكمل على خير. بلاش تحكي وبلاش تفتح مواضيع، داري على قد ما تقدر علشان الفرج قدامك مفتوح. كمان انت هنا هتكون مقتنع بكلام حد كويس جدا ليكم، الحد ده هتقتنع بكلامه، انت هتاخد رأيه وهو هيقنعك بالطريقة الكويسة بتاعته، وهتحس قد ايه انه فعلا انت كنت عايز تعمل كده، بس كان في تأجيل في امور عندك. الامور المالية عندك هتبدأ ترجع لك الفترة دي، بس انت بتحط نفسك في خانة الزعل. عندكم تساقط شعر او وجع في جسمكم مش طبيعي، وفي نفس الوقت هيكون عندكم بشرة انتوا بتدوروا عليها طال انتظارها، بشرة خير، بشرة تغيير، بشرة امور، الله اعلم. بس في سؤال، والسؤال ده محيركم قوي ومخليكم عمالين تركضوا، عمالين تيجوا على نفسكم من اجل الموضوع ده يكمل، او من اجل الطاقة السلبية تطلعوا منها. في طرف بيتدخل في حياتك بشكل كبير جدا، الشخص ده مؤذي، بيحب نفسه، بس على قد ما هو الشخص ده مؤذي، انتوا عندكم بشرة وعندكم رزق حلو، والهم اللي انت شايفه بخصوص الوظيفة او بخصوص الطاقة اللي عندك، هيكون عندك ردة فعل حلوة. ردة الفعل دي هيخليكم تعيدوا نظركم في قرار انتوا واخدينه، او في حاجة انتوا عايزين تاخدوها. الفترة اللي فاتت دي اكتر من مرة اتخذلتوا، اكتر من مرة اتطعنتوا، بس الفترة دي هتكون هي فترتك لان انت تثبت وجودك. العين عليكم ومؤثرة عليكم في حاجات كتيرة جدا، والحسد واخد جزء، وان شاء الله بإذن الله ربنا هيبعد عنكم الزعل اللي مكتوب لكم من ناس مقربة. في شخص انتوا وثقتوا فيه، والشخص ده يعني صدمكم بطريقة كبيرة جدا، قلبكم اليومين دول مكسور بشكل كبير
بسبب الطمع والخذلان اللي فيه. كمان الأيام دي انتوا ناويين على تغيير حاجات كتيرة جدا، وهيكون في توافق مع شخص مش متوقعين انه يكون في توافق بينكم. كمان انتوا هتطلعوا هتغيروا عتبتكم او هتكملوا سفركم على خير، هترموا الماضي كله ورا ظهركم، علشان انتوا مش شايفين من الماضي غير الأذى والتعب والظلم، ما بقيتوش عايزين تفكروا في اي حاجة سلبية، عايزين تنجحوا، عايزين تطلعوا، عايزين تشوفوا. كمان انتوا عندكم صلح مع حد من الاهل، عندكم موجة حلوة، الموجة دي هتفرحكم برضو وهتخليكم اصحاب شخصية خارقة، او هتكونوا اصحاب قوة حلوة. انتوا معروف عنكم بالذكاء ومعروف عنكم بالطاقة الإيجابية، بس في توتر عندكم على طول وضغط نفسي، وده مؤثر عليكم في حتى في تفكيركم. انتوا الفترة دي مش مستحملين أي حاجة، في تعب وفي إرهاق سلبي. في كمان هنا حد في شغلكم، الحد في شغلكم ده غيران من نجاحكم، عشان انتوا دماغكم طول الوقت شغالة وما شاء الله عليكم بتعرفوا تاخدوا حقكم وبتعرفوا تحققوا كل اللي انتوا عايزين تحققوه، بس الحاجة اللي واقفة عندكم هي العاطفة. العاطفة دايما ضغوط ودايما عندكم خنقة وضيقة. كمان انتوا متضايقين من بعض الامور اللي عندكم مش ماشية على دماغكم او مش ماشية زي ما انتوا عايزين، فدايما بتسألوا وتقولوا يا رب اكرمنا من حيث لا تحتسب، احنا تعبنا واتأذينا. طيب في ناس هتعرض عليكم عرض وانتوا اللي هتفكروا تعملوا ايه الفترة دي. كمان انت حصل عليك ظلم من ناس، وبرضو زي كده اقترحت عليك موضوع وانت قبلت، وفي الاخر لقيت اذى ولقيت ظلم. فانت الفترة دي هتطلع من اي ضغوط، والطرف التاني اللي عمال يتدخل في خصوصياتك ده انتوا هتطردوا بره، وبعد ما هتطردوا هتقوله ما تتدخلش تاني في حياتي، انت اذيتني، ومن بعد دخولك لبيتي انت وجعتني. في كذا حاجة بتحصل عندكم، والكذا حاجة دول انتوا مش عاجباكم، بس انتوا عندكم هدوء الفترة دي بشكل حلو قوي. هتودع احزانكم وهترموها ورا ظهركم، والفترة اللي جاية دي هتكون طاقة ايجابية، اخبار حلوة هتدمع عليها العين بإذن الله، وهتعوض السنين اللي فاتت من حياتك في الألم والذل اللي انت شفته من المقربين، وبسبب وصول لهدفك هتلاقيهم دايما بيلفوا حواليك وعايزين يرجعوا لك. بس بلاش العند وبلاش التوتر، انتوا اشخاص طيبين جدا بس دايما بتتحطوا في ضغط نفسي. في كمان خطأ انتوا عملتوه، الخطأ ده زعلانين ان انتوا عملتوه، وزي ما قلت لكم النوم مؤثر عليكم بسبب الطاقة السلبية اللي متوزعة عليكم. فدايما اقول خلوا بالكم من نفسكم في حياتكم، في طاقتكم، علشان الضغوط اللي انتوا فيها مأزية عليكم. عندكم امر صعب، والامر صعب ده مش عارفين تتعاملوا معاه بالشكل اللي انتوا محتاجينه، الشكل ده مضايقكم وخانقكم. المنفصلين انتوا هيكون عندكم كلام وعندكم فتح مواضيع الفترة اللي جاية، او في كذا موضوع هيتفتح قدامكم وانتوا هتاخدوا قرار او هتعرفوا حاجه عن الشريك طال انتظارها، الله اعلم، بس في حاجات هتتفتح قدامكم وهتكونوا متالقين وواثقين من خطواتكم. مع بدايه كمان الايام اللي جايه هيكون في انفراجه حلوه، الانفراجه دي هتكون جايه من عند ربنا. كمان انتوا هتقولوا احنا لو رجع بينا الزمن هنختار نفس اللي حصل لنا، علشان اكيد ربنا ليه حكمة في كل اللي بيحصل حاليا. بالفعل انت ربنا ليه حكمة كبيرة جدا. عندك شوية برضو فقدان شهية او احساس بالكسل والخمول من غير اي سبب، البعض منكم عنده وجع في الكتف بطريقة كبيرة جدا، والاحلام بتاعتكم يعني احلامكم فيها كوابيس، رغم ان انتوا طيبين ويعني واشخاص كويسين جدا مع التعامل مع الناس،
بس دايما في غيرة من اللي حواليكم، دايما اللي حواليكم غيرانين منكم، علشان انتوا الحاسة السادسة عندكم عالية جدا وطاقتكم كلها مفتوحة بشكل كبير، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا ويكون عندكم طاقة إيجابية. كمان انتوا هنا أقدر أفرحكم بخبر حلو، والخنقة اللي ظاهره لكم والضيقة دي هتطلعوا منها، وكمان هتبدأ الدنيا تضحك لكم، أو هتبدأوا انتوا تشتغلوا في الحياة بشكل مختلف، هتبعدوا المشاكل دي عنكم. في كمان انت جملة عمال ترددها دايما في بالك، يا رب يا رب، دايما بتقول يا رب في كل حاجة، بتقول يا رب، بتقول يا رب انا متكل عليك. وبالفعل طول ما انت متكل على ربنا بإذن الله ربنا هيبعت لك الحاجة اللي انت مستنيها. بس نفسيتك تعبانة شوية بسبب الوجع اللي انت فيه، مخنوق من غير اي سبب، رغم الخنقة والضيقة ما بتقولش غير الحمد لله وانا طالب الستر. ربك هو اللي عالم باللي انت فيه وبتمر بيه، فما تقلقش خالص، ربك لما يريد هيفعل لك كل اللي انت محتاجه. انت محتاج الحنان ومحتاج الحب. دايما من الاشخاص المتصالحة جدا مع نفسها وبترضى باقل حاجة، بس عندكم مشكلة كبيرة جدا هي الوسواس القهري اللي بيقول لكم على حاجة قبل ما تحصل، وده بيخليكم انتوا عندكم صراع وتوتر وحيرة على طول، عايزين تتخلصوا من الوسواس ده بس مش عارفين تبدأوا ازاي. كمان الفترة دي اي نعم هي طويلة على قلبكم او حملها طويل، بس في طاقة إيجابية بإذن الله هتجيلكم من خلال العوض اللي هيكون من عند ربنا، عوضكم قريب جدا منكم، فخلوا بالكم كويس من أي حاجة في حياتكم. انتوا عندكم ألوان مفضلة، عندكم اللون البنفسجي ده مفضل ليكم جدا، بيديكم طاقة إيجابية أو انتوا بتحبوه. كمان عندك اللون الأبيض واللون الأسود، الألوان دي برضو بتديكم طاقة حلوة، بتديكم تفاؤل كده، فانتوا هيكونوا متفائلين الفترة دي. بس بلاش تظلموا نفسكم من أجل الآخرين أو من أجل ان انتوا تيجوا على نفسكم من أجل حد. كمان انتوا عندكم حسد، الحسد ده مؤثر على شكلكم، علشان دايما مميزين في رشاقتكم وفي عيونكم وفي جمالكم، فالحسد مؤثر عليكم. انتوا ما تعرفوش ربنا كاتب لكم ايه، ممكن يكون ربنا كاتب لكم الطاقة الإيجابية اللي عندكم، فعشان كده ربك هيكرمك من حيث لا تحتسب. كمان بتدوروا اليومين دول على الاهتمام، يعني انتوا بتدوروا على الاحتواء او الاهتمام في حياتكم، في شخص، الشخص ده هيقف جنبك او هيقف جنبكم ومش هيتخلى عنكم بسهولة، هتلاقيه واقف وهتلاقيه بيدعمكم على جميع الاصعد، والشخص ده فعلا هيجيلكم من وراه خير، هيبقى مساعدة حلوة جدا، ومن وراه هتطلعوا من الحيرة اللي انتوا حيرانينها في موضوعين او في قرارين معينين، حيرانين خايفين مخنوقين، هتطلعوا وهتاخدوا خطوة ايجابية او قرار حاسم. فدايما تخلوا بالكم من كل الطاقات اللي بتتوزع عليكم او من الضغوط النفسية اللي انتوا بالكم محطوط فيها، ربك لما هيريد هيفعل لك النجاح اللي انت مستنيه، فبلاش تبذل اقصى مجهود على حاجات فاضية، ابذل المجهود على الحاجات اللي تستاهل منك الطاقة الايجابية، وادعم نفسك بنفسك وما تخليش اي حد يتدخل في خصوصياتك مهما يكون. عندكم بعض الايام مميزة وهيدعمك الاتصال اللي انت مستنيه، او هتنظم امورك لتخطيط حاجة جديدة، عندك ورق هتخلص، والورق ده هيكون ورق محكمة او ورق خير ليك، بس دايما اقولك خد حذرك من اي حد موجود في حياتك، واتعامل بشكل، اتعامل بحرص شوية مع الاخرين، علشان ممكن يكون الاخرين هم سبب الضغوط اللي انت فيها او سبب الحيرة وكسرة القلب. وزي ما قلت لكم من البداية ان انتوا هيكون عندكم فرحة او عندكم طاقة ايجابية واحتواء للشريك، انتوا هتحتوي الشريك او الشريك هيحتويكم، عندكم لم شمل مع اطفال او مع اولاد او مع احب. تحياتي لكم واتمنى لكم الخير والطاقة الايجابية والفرج بإذن الله. لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي بتصلوا بيه على الحبيب،
ولعل يكون عندكم طاقات حلوة وفرج بإذن الله طال انتظاره، وربنا يجعل أيامكم مباركة الأيام اللي جاية، وفي أمور هتجدد من حياتكم وهتحسن من حظكم، بس انتوا ركزوا معايا وبإذن الله بإذن الله ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب الفترة اللي جاية، علشان انتوا طال انتظاركم أو أموركم دايما كان فيها بعض الأمور والتعقيد اللي في حياتكم. في بداية جديدة، والبداية الجديدة دي هتكون حلوة لأنها بتدل على الخير، بتدل على الثقة بنفس، بتدل على جميع الأوضاع اللي عندكم، بس انتم مترددين وخايفين من فترة كلها إرهاق، كلها تعب، عندكم تحرير من علاقة، تحرير من قيود، تحرير من شخص حاسين قد ايه ان هو بينافق فيكم وبيلعب على جميع الأطراف. الشخص ده فعلا هو كذاب وبيلعب على جميع الاطراف، وانتوا عندكم احساس بكده، بس انتوا مش عارفين تتعاملوا معاه ازاي. حاولوا تستعيدوا ثقتكم بنفسكم وتجروا على الحاجه اللي بتفرحكم مش تفرح الاخرين. ممكن يكون البعض منكم عنده زياره عائليه، عنده قعده عائليه، لانه هيكون في تحسن مع اضواء العيله. كمان في ناس انتوا اتعاملتوا معاهم اذتكم قوي، وده اللي بهين لكم ان هم كانوا ناس غلط في حياتكم، لكن كده هيكون عندكم وجع وعندكم امور هتستجد، في طريق جديد بيظهر قدامكم وخطوط حلوه جديده في انتظاركم، لان في لقاء حلو او مقابله حلوه او تغيرات جذريه. في ناس غاليه عليكم هيكونوا السبب في انقاذكم من مشاكل، من حاجه بتتعرضوا لها، من حاجات سلبيه. البعض منكم عنده كوابيس بيحلم بيها حاليا، عنده احلام مزعجه، عنده حاجات بتتكرر معاه، عنده حسد شديد واقع عليه. الفتره دي هي من اكتر الفترات اللي فيه وجع في الجسم، بس ما تزعلوش خالص، لان هيكون عندكم نصر على اعداء او نصر على حد بيكسر في قلبكم. في خبر متعلق بيكم هيوصل لكم عن طريق شخص غايب عنكم بقاله مده، غايب عنكم، مفيش استقرار بينكم، هيبقى في كلام بينكم وانتم منتظرين حاجه جديده في حياتكم تحسن جميع الاوضاع بتاعتكم. انتوا حاليا ثابتين على رأيكم وثابتين على شخصيتكم وثابتين على المبدأ بتاعكم، بلاش تفقدوا الثقة في نفسكم، لان في امور هتستجد عندكم وفي خير، بس حالة التشتت اللي عندكم وان في شخص عندكم مش كويس عايز يشمت فيكم او مستني الشماتة فيكم، ان شاء الله بإذن الله عمر ما ربنا هيكتب لكم ان هو يشمت فيكم، لان هو فعلا مش كويس وبيحاول يأذي فيكم. انتوا بدأتوا تحطوا ناس في كفة وناس في كفة، وبدأتوا تاخدوا القرار الصح حاليا. يعني انتوا فكرتوا كتير، اي نعم انتوا يعني بتعندوا، اي نعم متسرعين، اي نعم متعصبين، بس الفترة دي هتاخدوا القرار الصح، والقرار ده هيتبني عليه حاجات كتيرة جدا في حياتكم. البعض منكم هنا بسم الله ما شاء الله عليه هيبقى في نجاح من بعد فشل. انت ممكن تكونوا فشلتوا كتير في علاقة عاطفية، في علاقة مادية، الله اعلم، لكن الوضع بتاعكم هيكون مريح جدا، والخوف اللي عندكم ده هترتاحوا منه. انتوا ممكن حاليا بسم الله ما شاء الله عليكم التغيير اللي عندكم هيكون طاقة جديدة واستقرار نفسي، فبلاش القلق، بلاش الحيرة، بلاش الخوف من بكرة، ارموا همومكم ورا ظهركم. انتوا في حد معارض لحياتكم، في حد بيأذي فيكم، في حد بيغزلكم، في حد عايز يكسركم، الله اعلم. عندكم امور تخص اطفال مفتوحة، امور تخص اولاد بعاد عنكم، او انتوا عندكم اولاد مستنيينهم، الله اعلم. الفترة دي لو فترة تعب فهي هتحل منكم باذن الله، بس عايزاكم تخلوا بالكم من تعبان بوشين بيدور ويلف حواليكم. في حب جديد، في شخص جديد هيدخل حياتكم، في حد هيعرف يحتويكم وهيمر معاكم الايام الصعبة، لانه هيكون الشخص ده حاجة من عند ربنا، فانتوا ما تقلقوش خالص، في طاقة كبيرة عليكم هتتوزع الفترة دي. انتوا بدأتوا يعني ما تخافوش من اي حاجة زي الاول، اني بدأتوا تقولوا اللي ربنا كاتبه هو اللي هنشوفه، وعشان كده التحسن اللي قدامك مفتوح، والاخبار الحلوة قدامك بإذن الله، في فرحة ببيتك، في حاجة جديدة ببيتك، والست اللي عاوزة تأذيكم دي بأي طريقة وبأي شكل، الست دي من المقربين ليكم، من اللي بتعرف أسراركم. الحسد ما بيجيلكمش من بعيد، الحسد بيجيلكم من أرض بيتكم، من الناس اللي عارفة كل حاجة في حياتكم. في احداث هتبشركم بشراء حاجة جديدة، او بحاجة طال انتظارها في حياتكم، او بحاجة انتوا بقالكم مدة مستنيينها، بقالكم مدة مشتاقين لها، بقالكم مدة بتحوشوا لها لان توصلوا للهدف بتاعها.
في حد عندكم تعبان، والحد اللي تعبان ده مش واخد راحته، مش عارف ياخد راحته، او ممكن يكون في خنقه وفي ضيقه او في تعب نفسي في تعب جسدي، الله اعلم. لكن ان شاء الله باذن الله ربنا هيكون كريم عليه وهيشفيه من عنده الفتره اللي جايه، لان هو تألم كتير او في خنقه او في ضيق او مسجون او مريض، الله اعلم، او هو بيمر حاليا بفتره يأس وظلم واحباط، وعشان كده قريب جدا ربنا هيفك كربه وهييسر امره، علشان في ست عماله تدعي له او في حد قلبه بيتقطع على الناس دي. وبكده نكون خلصنا قراءتكم. خلي بالكم انتوا طلعت لكم سوره مريم، وده بيدل على جواز الفتره اللي جايه وعلى استقرار نفسي او على حمل بولد، او المهم ان انتوا هيكون عندكم فتره مليئه بالمفاجآت الفتره اللي جايه. اتمنى قراءتي تكون عجبتكم ونالت اعجابكم.